تعداد الانطلاقة فتحت البوابات على بركة الله في سادس أشواط هذه الأمسية بجزء الأول على مسافة 1400 متر الجاد التي لم تربح عمر 4 إلى 5 سنوات إنتاج السعودية وقيمة الجائزة 40,000 ريال. ليبدأ متعشم مع محمد الدهام بالشعار الأزرق من المسار الداخلي وأيضا يطارده زكريا في المرتبة الثانية مع أيضا الجديرة في المرتبة الرابعة والخامسة. بندورة تحاول أن تتقدم شيئا فشيئا مثل البحر من المسار الخارجي وكذلك أشاهد في هذه الأثناء مشعل العز وأيضا لا يزال متعشم في المركز الأول ابن الفحل الحاكم في المرتبة الأولى مع أيضا زكريا قادما وكذلك أشاهد علامة 400 متر المثيرة والأخيرة. هل يتقدم الآن أو تتقدم تونس ومثل البحر ومتعشم وأيضا الدخول مع بداية 400 متر الأخيرة يبدأ متعشم بالشعار الأزرق. هل يتقدم بقوة مع أيضا جويد من المسار الخارجي ولكن الأزرق قادما. أهلا بالأزرق على صهوته محمد إدهام. الشعار الأزرق شعار ابناء الأمير محمد بن سعود الكبير يتقدم إلى خط النهاية عبر جواده متعشم.